وبالعودة إلى ديفيد مادن، أصبح جاهز معنا وهو محلل الأسواق في إكويتي جروب. ديفيد أهلا بك. الفيدرالي الاجتماعي يوم غد والدولار عاد ليرتفع، بداية كيف على المتداول اليوم أن يتحضر لهذا الاجتماع؟ أعتقد أنه بالانتقال إلى إغلاق الغد، أعتقد أن سيكون هناك نوع من التمركز قبل يوم الغد، وأعتقد أن الأسواق تحتسب أن يكون هناك رفع لمعدلات الفائدة ب 75 نقطة أساس. وفي الواقع لا يمكننا أن نستبعد أنه سيكون هناك رفع لمعدلات الفائدة ب 100 نقطة أساس، وأعتقد أن هذا غير مراجع على اعتبار النتائج وعلى اعتبار أيضا البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، وأيضا في الأسبوع السابق كان هناك تحديثات من بنك كندا، وأيضا كان هناك رفع ب 100 نقطة أساس أو 1%. أعتقد أيضا الحركة السعرية فيما يتعلق بالدولار الأمريكي على الأرجح تتعلق ب حس بأنه عدم يقين أو خوف بأنه قد يكون هناك رفع معدلات الفائدة 100 نقطة أساس. وأعتقد علينا أن نواجه الأمر، لقد شاهدنا أيضا تراجع للدولار الأمريكي خلال الأسبوع أو العشرة أيام الماضية، وبعد ذلك كان هناك تراجع بعد عدة سنوات أو عدة عقود من الارتفاع، وصباح اليوم يشير إلى أن هناك مخاوف بأن يكون هناك رفع معدلات الفائدة بشكل كبير. وأعتقد أنه إذا كان هناك رفع لمعدلات الفائدة ب 75 نقطة أساس كما قال الفيدرالي، في أعتقد أن اجتماع شهر سبتمبر سيكون قصة أخرى، ولكن لهجة الفيدرالي سوف توجه الأسواق إلى 100 نقطة أساس ربما في اجتماع سبتمبر. وبالنسبة لليورو، بالنظر إلى ما سمعناه من غاز بروم الروسية والتي كانت قد قالت بأن خط نورد ستريم 1 سيعمل فقط ب 20% من طاقته، وهذا يزيد من الضغط بما يتعلق بأزمة قطاع الطاقة في أوروبا، إلى أي درجة ترى بأن هذا سيكون له انعكاسات أكبر خلال الفترة القادمة على اليورو؟ إن منطقة اليورو طبعا شهدت الكثير من المشكلات قبل أن يكون هناك توترات حقيقية بين بروكسل وموسكو فيما يتعلق بالغاز، وأيضا الأمر سيستغرق بعض الوقت، وهناك مستوى عالي من التضخم في منطقة اليورو، وهناك أيضا بعض الدول الأوروبية التي تواجه مستويات تضخمية في أعلى مستوياتها في عقود، كما شهدنا أيضا أن قطاع الخدمات في منطقة اليورو قطاع التصنيع أيضا أمس فقط شهدنا أيضا تقرير كامل يشير إلى أن هناك انخفاض لأعلى مستوياته في عامين، وألمانيا تواجه مشكلات أيضا وهي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. إذا خلال الأشهر القليلة القادمة سيكون هناك الكثير من التحديات بالنسبة لليورو وللبقاء عند مستويات معتدلة، حيث أن هناك مشكلات تتعلق بالطاقة وعدم اليقين، وهذا ليس جيد بالنسبة للسياسات المحلية والسياسات الداخلية. وطبعا إذا كان هناك نقص للطاقة فسيكون هناك الكثير من الإنفاق على الطاقة، وهي التي ستستغرق الكثير من الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. ديفيد، يعني اليوم في ظل قوة الدولار أمام سلة من العملات، إلا أن الين يرتفع حتى ولو بشكل طفيف أمام الدولار. طبعا بالنسبة للين وصلنا إلى قرابة المستويات 140 ين للدولار خلال الأسبوع الماضي أو الذي سبقه، واليوم نعود إلى مستويات 136. بالنسبة للين الياباني، هل تعتقد بأنه وصل إلى أضعف نقطة له، أم أنه الفوارق في السياسة النقدية هي ما سيحدد مسار الين أيضا للفترة القادمة؟ I don't think
أعتقد أننا وصلنا إلى أضعف النقطة، وأعتقد أن الفيدرالي ربما بعد إعلانه الغد سوف نشهد رفع معدلات الفائدة ربما ب1%، وسيكون هناك تحديد لرفع معدلات الفائدة ربما ب1% في سبتمبر. بالنسبة لبنك اليابان سياسته تختلف عن بنك فيدرالي، والفارق كبير بينهما. بعض الأعضاء الجدد من بنك اليابان قد قدموا بعض الإشارات بأنه سيكون هناك خطة تخارج للسياسة النقدية التيسيرية للغاية، وأعتقد أن هناك إشارات مبكرة ربما أن بعض الإجراءات السياسية لن تكون بنفس الطريقة، ولكن أيضا هذه السياسة لن تستمر للأبد، ويمكننا أن نرى أن يكون هناك قاع فيما يتعلق بالنهاية. ولذلك نشهد هذا الاختلاف في الين اليوم، وأعتقد أن الأمر يتعلق بما يحدث في الأسهم، والأسهم الأوروبية تتأثر بعدم اليقين وبالنفط وأيضا بالتحديثات من وول مارت أمس، وأيضا كان هناك تخفيض لبعض التوقعات وذلك بسبب مستويات التضخم العالية، وأعتقد أنه من المرجح أن يكون هذا إشارة تحذير لمعظم المستثمرين وللشركات الأمريكية لهذا الموسم، وهذا ما يؤثر على الاتجاه الخاص بالين الياباني مقابل الدولار الأمريكي. ولذلك أعتقد أن قد نشهد أن ربما سنرى بعض التلاشي للين مقابل الدولار. ديفيد مادن محلل أسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.